بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، وأنا بسيف الحرف أنتحر، وأنا اللهيب وقادة المطر، فمتى سأستعر؟ لو أن أرباب الحما حجر، لحملت فأسا فوقها القدر، هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، الغدر منهم خائف حذر، والمكر يشكو الضعف إن مكروا، فالحرب أغنية يجن بلحنها الوتر، والسلم مختصر ساق على ساق، وأقداح يعرش فوقها الخدر، وموائد من حولها بشر، ويكون مؤتمر، هزي إليك بجذع مؤتمر، يساقط حولك الهذر، عاش اللهيب ويسقط المطر، عاش اللهيب ويسقط المطر. في الحقيقة إن القرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس، هذا الأرعن الذي في البيت الأبيض الذي يدير السياسة اليوم في العالم، ويديرها بسياسة المصارعة الحرة كما تعود، يعتقد أن هذه السياسة هي الأمر الصح والأمر الواقع. وحقيقة الأمر أن القرار الذي اتخذه بالأمس لم يكن مستغربا بالبتة، إنما الاستغراب أن يتأخر هذا القرار إلى هذا الوقت، فحال الأمة كان مهيئا قبل هذا القرار بفترة طويلة أن يتخذ مثل هذا القرار، بل أن تتخذ قرارات أكبر من هذه القرارات تجاه القضية الفلسطينية تحديدا. مدينة القدس هي ليست عاصمة فلسطين، بل هي عاصمة الأمة الإسلامية كلها، ولا يمكن أن تكون كلمة الرئيس ترامب في يوم من الأيام أن تسطر في أي كتاب للتاريخ أن تكون عاصمة للكيان الإسرائيلي. حال الأمة اليوم أن تتراكض نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم من هي الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في البحرين نعلم من هي الولايات المتحدة الأمريكية. المستغرب أن تتراكض دولنا نحو عدوها. تتراكض لعقد الصفقات، وتتراكض لتوسيط هذه الدولة في قضايانا. هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي وسيط؟ هل هي محايدة؟ هل هي راعية للسلام؟ ليست كذلك بعد اليوم. فالمطلوب اليوم من السياسة العربية الإسلامية، والمرجو من منظمة التعاون الإسلامي، والمرجو من الجامعة العربية، أن تتخذ القرار الشجاع، أن تتخذ القرار الصحيح اليوم. فقضية فلسطين ليست قضيتنا وليست قضية الفلسطينيين، بل هي قضية الشعوب، قضية الأمة، قضية الأجيال من بعدنا. ما المطلوب الآن بعد هذا القرار؟ شعوبنا حية والخير فيها، وما زالت الأفواج تأتي للمشاركة في مثل هذه هذا الحدث. ونعتقد أن بيد الشعوب أن تضغط وأن توصل رسالتها، وأنا أدعو من هذه المنصة سعادة السفير أن يكون اليوم يوم عملي، أن نخرج برسالة يوجهها هذا الاجتماع إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، موقعة من جميع الحضور. هذا أقل ما نستطيع أن نوجهه اليوم.
نأمل من جامعة الدول العربية، من منظمة التعاون الإسلامي، في حال عدم تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أن تبدأ عملية المقاطعة، أن تبدأ عملية المساومة. فقضيتنا تم المساومة عليها كثيرا، واليوم يجب بما نملك من شعوب، بما نملك من دول، بما نملك من قوة، بما نملك من أموال، بما نملك من نفط، أن نضغط على الدولة الأمريكية أن تتراجع وأن تقف مع الجانب الصح، مع الجانب الصحيح. أنا أستغرب لماذا تقف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل؟ ما المصلحة التي تجنيها؟ فقط انتخابات الرئاسة الأمريكية من خلال اللوبي الصهيوني. بقية مصالح أمريكا كلها معنا، مع دولنا، مع شعوبنا، مع أموالنا. المطلوب من الشعوب المواصلة والضغط والخروج في المسيرات والاعتصامات والكتابة، كل هذا أمر مطلوب اليوم. ختاما أقول لهم وعود ولنا وعد رب العالمين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث الذي ذكره مقدم الحفل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس. وأكنا في بيت المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله.